حمير كثيرة في بلجيكا واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا وغيرها. ويستخدم حليب الحمير في الألبان والأجبان وفي صناعة الصابون ومستحضرات التجميل وحتى في المشروبات الكحولية. ويبلغ متوسط سعر اللتر الواحد من حليب الحمير 19 دولار. ففي إيطاليا تحلب الحمير أو تربى من أجل لحمها، فبعض أنواع السلام الحمراء الإيطالية مصنوعة من لحم صغار الحمير. ذكرت صحيفة التلغراف أن الباحثين والعلماء في جامعة نابولي بإيطاليا توصلوا إلى اكتشاف مذهل، وهو أن حليب الحمير مغذ جداً ولا يضاهيه أي نوع من أنواع الألبان في فائدته وقيمته الغذائية، وذلك لأنه يحتوي على لاكتوز أكثر ودهون أقل من حليب الأبقار، وبه نسبة عالية جداً من الكالسيوم، ويساعد في تقليل نسبة الكوليسترول بالدم وحماية القلب من الأمراض التي قد يتعرض لها، وذلك لأنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية. وخلص الباحثون أيضاً إلى أن حليب الحمير يقارب جداً لحليب المرأة، وأنه يمكن استخدامه للأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه حليب الأبقار. كما قال الباحثون الذين قدموا تلك النتائج في المؤتمر الأوروبي المختص بالبدانة والذي أقيم في تركيا، أنه ينبغي تشجيع استهلاك حليب الحمير. والغريب أن تشجيع الباحثين والعلماء على استهلاك حليب الحمير بدلاً من حليب الأبقار قد لاقى قبولاً كبيراً عند العديد من الدول مثل بلجيكا واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا. وتقع على رأس تلك الدول دولة إيطاليا، حيث باشرت بالفعل باستخدام حليب الحمير بدلاً من حليب الأبقار في العديد من المنتجات، حيث قامت باستخدام حليب الحمير في صناعة الصابون ومستحضرات التجميل، وأدخلته في تصنيع المشروبات الكحولية وبعض أنواع السلام الإيطالية، وكذلك في تصنيع بسكويت أورولاتي الإيطالي. ويتم الترويج لهذا البسكويت المصنوع بحليب الحمير على أنه سهل الهضم، غني بالمعادن والألياف وقليل الدهون، وأن كريمة حليب الحمار توفر لك تجربة لذيذة جدا ولا تنسى. كما اتجهت فرنسا أيضاً لاستخدام حليب الحمير، فأنتجت حلويات مصنوعة من حليب الحمير، واشتهرت صربيا بأشهر أنواع الجبن المدخن والمصنع من حليب حمير البلقان، ويصل سعر الكيلوغرام منها إلى 1250 دولار. وتم إنشاء العديد من مزارع الحمير